أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مستمعة من الطائف تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، هل للحائض أن تتحرى ليلة القدر؟ لو تحرت ليلة القدر لم تنتفع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والحائض لا تقوم ليلة القدر لأنها ممنوعة من الصلاة، لكن أرجو إذا دعت في تلك الليلة، إذا دعت ربها عز وجل وتعلقت بفضله ورحمته، أرجو أن لا تخيب.